السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباراة نادي برشلونة القادمة بإذن الله تعالى أمام نادي نيويورك ريد بولز، هو تبع شركة ريد بول اللي هي صاحبة لايبزيج وصاحبة ريد بول سالزبورج النمساوي، هو ده برضه نيويورك بس ده في أمريكا. نيويورك ريد بولز هيلعب أمام برشلونة مباراة ودية اليوم بإذن الله تعالى، تقدر تقول كده خارج من، هو مش اليوم قوي، هو يوم السبت، خارج من الجمعة، خارج من السبت آسف، صباح الأحد، خارج من السبت 30/7 صباح الأحد 31/7/2022. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها الساعة 1 صباحا توقيت مصر وليبيا والسودان، ميعادها الساعة 2 صباحا أيوه يعني بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراه معاد الساعه 3 صباحا من توقيت الامارات وعمان وقت الفجر كده، ومعاد الساعه 12 منتصف الليل بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعه 11 مساء اليوم السبت 30/7 بتوقيت جرينتش وموريتانيا. بالنسبه لقناه ناقله المباراه هي قناه برشلونه، قناه بارسا تي في. ملعب المباراه ملعب ريد بول ارينا، وطبعا تقدر تشوف المباراه على موقع كار لايف او موقع يلا شوت، موجودين على الانترنت. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، توقع على ديجيتال براكتس في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.